واضح. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا من صالة لوسيل، أين تجتمع الجماهير العربية وتحضر نفسها إلى المونديال. الأجواء عايشينها الكل بكل حماس، فرحانين. الفرحة أصلا مش صايعتنا من الأرض. الشعوب العربية كلها وإن شاء الله مربوحة. رغم أن الجزائر غايبة ولكن حاضرين بقوة، وتمنينا إن شاء الله يكون المنتخب الجزائري هنا، ولكن إن شاء الله خطرة أخرى إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله. تحية الجزائر.